يقول إذا كنت أطالب شخص بمبلغ من المال وهو فقير، إذا كنت أطالب شخص آخر بمبلغ من المال وهو فقير، هل يجوز أن أعتبر هذا المال من الزكاة وهو من المحقين للزكاة؟ لا، يعني يوم أنك أيست من المبلغ تحطه زكاة، لا، ما إسقاط الدين ما يكفي عن الزكاة. نعم، الله جل وعلا يقول وآتوا الزكاة، آتوا، ادفعها للمستحقين. أما أنك تسقط الدين تقول هذا زكاة، لا، لما أنك خفت أنه ما يجي تخليه زكاة.